يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، أخونا فيلمون بعد ما تكلمت ووضحت له عن الإسلام أنه دين رحمة ودين مودة، دين فيه السلام، دين يؤمن بجميع الأنبياء ولا يفرق بين الرسل، فأخونا ترغب في الإسلام وترغب أن يدخله، وبينت له أن لا ينظر إلى الشوائب ولا ما يرى ويسمع من الأحداث التي تريد أن تشوه صورة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى تعهد أن يتم هذا النور ولو كره الكافرون. أخونا فيلمون، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل الآن يريد أن يدخل في الإسلام. أخونا فيلمون، قل أشهد أن لا، ارفع صوتك، أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الآن أنت أخي فيلم أصبحت أخي في الإسلام، وأخي جميع أخو جميع هؤلاء الناس أخوهم في الإسلام، فينصحوك بما يجب عليهم أن ينصحوك، يقدم لك الخير ويطلب لك الخير. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يثبتك على هذا الدين ويجعل لك الذرية الصالحة. آمين. ويجعل آمين. لهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. آمين. يا أخواني الكرام، من أحب أن يبارك له فليبارك. بس سؤال يا أخي، سؤال واحد أخي فيلمون، أنت الآن بعد ما شهدت الشهادة أشهد أن لا، كيف شعورك؟ إيش شعرت أنت؟ كيف إحساسك في الداخل؟ شعرت شيء يسعدك؟ شيء جديد شعرت؟ هذه الطمأنينة، الله تبارك وتعالى يريد أن يطمنك ويدخل في قلبك السرور، لأنك دخلت في هذا الدين العظيم، وهذا الدين رحمة لجميع الناس. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يثبتك على هذا الدين. جزاك الله خير وبارك الله.